كيف تحافظ على برودة البادجي في الصيف؟ يبدو أن البادجي بشكل عام يتكيف جيدا مع المناخات الحارة، لقد كانوا يعيشون في المناطق الأكثر سخونة في أستراليا لملايين السنين، لكن درجة حرارة جسم البادجي أعلى من درجة حرارة البشر الشائعة التي تبلغ 41 درجة مئوية بمعدل أعلى أيضا. حجم أجسامهم صغيرة، لكن لذا قد تعتقد أنهم يمتصون الحرارة بسرعة. قد يقضي البادجي كل نشاطه خلال النهار حتى يضطر حقا إلى التحكم في حرارة أجسامهم لتجنب ارتفاع درجة الحرارة. كيف يمكنهم البقاء بصحة جيدة؟ لكن قبل ذلك شاهد الفيديو بالكامل، وإن استفدت لا تنسى دعمي بلايك وأن تشترك بالقناة. هذا الفيديو برعاية دريب شوب. اولا قبل بداية الفيديو، ولمن سألني عن الكاميرا التي اضعها في في الاعشاش الباجي التي تقوم بتصوير حركات الانثى مع البيض ومع كيف تطعم وكيف تقوم بحضن على البيض، كيف يقوم الذكر باطعام الانثى، لمن يريد اقتنائها الرابط اسفل في الوصف. عن طريق التنفس السريع مع فتح افواههم وابعاد اجنحتهم قليلا عن اجسامهم. تحت جناح الطائر ليس له ريش، والشرايين الرئيسي للجناح في تلك المنطقة. كان الطائر يعاني من الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة، فستشعر هذه المنطقة بالحرارة الشديدة عند لمسها. من خلال قدميه العاريتين يساهم أيضا في فقدان الحرارة. وبخلاف ذلك فإن البادجي مخلوقات صغيرة وقوية جدا، وتقوم بنفس الأشياء التي يقوم بها البشر عندما يحاولون البقاء هادئين. الحفاظ على مستوى نشاطهم منخفضا مقارنة بالأيام العادية عندما يكون الهواء أكثر برودة. النوم، أخذ قيلولة تختبئ في الأشجار عندما يكون الجو دافئا جدا أثناء النهار تلهث تماما مثل الكلاب، أيضا لتبديد الحرارة. يساعد الاستحمام بالطبع على تبريد الجسم، كما يحافظ على نظافة الريش. عندما يوفر النسيم البارد بعض الراحة من الحرارة، قد تنفث البادجي ريشها أو ترفرف أجنحتها للسماء للهواء المتداول بالوصول إلى جلدها الساخن. تجنب وضع قفص العصافير بجوار النافذة أو التعرض لأشعة الشمس الغير المباشرة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الحرارة القادمة من الخارج. مثل كل الحيوانات، تحتاج الطيور إلى مياه عذبة تتغير يوميا، لكن في الأيام الحارة يمكن أن يصبح الماء دافئا بسهولة. لن تشرب الطيور الماء الدافئ ولن تكون قادرة على ترطيب نفسها. قم بتغيير الماء عدة مرات في اليوم حتى يكون دائما باردا. لا تحتاج الطيور إلى نفس القدرة على الطاقة في الصيف كما تحتاج في الشتاء، ولكن بالإضافة إلى البذور العادية أو الخلطة ستستمتع بالخضار والفواكه التي يمكن تركها لهم في طبق. يجب عدم ترك الطعام الطازج لمدة تزيد عن ساعة أو ساعتين في قفص في أيام الحارة، حيث تبدأ البكتيريا في النمو بسرعة.